تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأسعد من حضرتكم مع برنامجكم اليومي روجيتا. كما تعودنا فيه مشاهدينا الكرام نتحدث عن أهم وأجرى الملفات الطبية والنقاشية والحوارية المطروحة على الصحة المصرية والعربية. مشاهدينا الكرام، طبعا استجابة لرأي الكثير من السادة المشاهدين، الحقيقة يمكن سؤال الساعة والشارع المصري والعربي كان وما زال يسأل هذا السؤال: هل تحور مرض كورونا في مصر؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الأهم، البعض يشيع على السوشيال ميديا أن الفطر الأسود يعني بانت بوادره على حالة أو حالتين كما ادعت بعض الصحف، ولن أسمي صحفا في هذه الحلقة احتراما للجميع، ولكن رد وزارة الصحة يكفي، وهنقول رد وزارة الصحة بالأخبار من الصحف الرسمية عشان يعني كفاية حالة ذعر، الناس في حالة ذعر من بسبب الفطر الأسود. هنتكلم عن الفطر الأسود وهنشوف إيه هو يعني أصوله جاي منين، وهل فعلا جالنا من الهند أو في فعلا بعض الإصابات أصيبت ولا لأ. في البداية طبعا احنا عندنا رد من دكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، نفى ده تماما، وزارة الصحة أيضا نفت ده تماما في صحف قومية، لكن هنتكلم عن بعض التفاصيل أخرى وبعض الأسئلة الأخرى خاصة بمرض كورونا مع ضيف الحلقة الكريم معنا ومعكم على الهواء مباشرة، السيد المحترم الأستاذ دكتور محمد عبد العزيز، استشاري مكافحة العدوى ومساعد مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا بك يا أستاذ، تحياتي لسيادتك ومنورنا وكم أسعد وأشرف بحضرتك. سلام تفضل تفضل، أكرمك الله. في البداية دكتور محمد، الحقيقة يمكن البعض بيتطرق لموضوع الفطر الأسود، وطبعا رحمة الله على الراحل الفنان الجميل سمير غانم، يمكن طلع أخوه للأسف الشديد في تصريح وقال هذه الفتوى الطبية، ورد عليه بالمناسبة دكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة، وقال يعني هو مش طبيب عشان يحدد هذا الأمر. صحيح. تمام. رد سعادتك أولا في البداية، إيه موضوع قصة الفطر الأسود، وهل فعلا هو جاي من الهند ولا لأ؟ لأن بعض الناس بيقول أصلا ده موضوع بسيط جدا، هو أصلا من الفراعنة، ودي حاجة يعني موجودة أصلا في الأرض، موجودة في التربة وليها تداعيات بسيطة، ولكن بتيجي أحيانا تداعيات مع نقص المناعة وضعف المناعة وتبعيات من تبعيات كورونا. رد سعادتك. صحيح. بسم الله والصلاة والسلام. هو الحقيقة الأمر أن سواء كان الفطر الأسود أو أي نوع من أنواع الفطريات، الفطريات كائنات ضعيفة جدا، كائنات أبسط من بعض الكائنات الأخرى. احنا عندنا فطريات وطفيليات وبكتيريا وخلافه وفيروسات وما إلى ذلك. كل هذه الكائنات أو هذه النوعيات بتصنف بالقوة والضعف على حسب في جدولة معروفة بالنسبة لكونها كائنات دقيقة، لأنها بتبقى في محتواها لما بتحب حضرتك تشوفها غالبا بتحب تشوفها تحت مايكروسكوب. الكائنات الأقوى بالنسبة لهذه الكائنات الدقيقة تعتبر هي الأنواع البكتيريا اللي موجودة. بعد كده احنا مشكلتنا الأساسية في موضوعات الفيروسات انها كائنات ضئيلة جدا في الحجم، وبالتالي بيبقى من الصعب ان انت تحجمها وتحددها وتشوفها، لانه اذا كانت البكتيريا بترى بالعين بالميكروسكوب العادي، فالفيروسات ممكن ترى بالميكروسكوب الالكتروني. جميل. ما بين هذا وذاك في كائنات اخرى. تمام. من هذه الكائنات موضوع الفطريات. الفطريات عموما كائنات ضعيفه تتمكن من الشخص الذي، أو مش بس الشخص، بتتمكن من المكان عموما اللي بيخلو من بعض الكائنات الدقيقة الأخرى. تمام. يعني لو في مكان البكتيريا بتاعته منتظمة مش هينفع فطر يطغى على البكتيريا ويقدر ياخد مكانها، ما يقدرش يقاومها، ما يقدرش يتحداها، ما يقدرش يقف قدامها. للدرجة دي. طبعا. تمام. لو ايا كان النوع، يعني لو حضرتك مش بس تحدثت عن الفطر الاسود او خلافه، لو حضرتك تحدثت كطبيب اسنان مثلا، بعض الناس يجوا مثلا عيادات الاسنان وعلى لسانهم طبقه لونها ابيض كده، بيتسائلوا ايه ده، ايه اللون الابيض ده، هو ده عباره عن ايه؟ بعض الناس مثلا يعني بيقولوا ان دايم، وربما يكون سبب احيانا لبعض نقص المعادن او الفيتامينات أو ما شابه ذلك، أو مؤشر الكبد أحياناً. صحيح. كلامي مظبوط؟ كل يعني اللسان واحد من ضمن الأعضاء مؤشر للجسم وصحة الجسم الجيدة جداً. في كونها مؤشر
جيد جدا لصحة الجسم في اتجاهات معينة. لكن يعني كلام عامة الناس دكتور محمد مظبوط، إذا كان اللسان أحمر أو اللون الوردي ده يدل أن صحة الإنسان يعني زي الفل التبعي. زي ما بنقول كده. أيوة. زي ما كل الناس بيقول. في مادة بيضاء على اللسان ده يؤشر لإيه بقى دكتور؟ مشير لإيه؟ ممكن مجموعة حاجات. أيوة. من ضمنها أنه ممكن يكون عليه نوع من أنواع الفطريات على اللسان نفسه، على اللسان بسبب مثلا عدم استخدام يعني معجون أسنان أو ما شابه ذلك أو نظافة الفم. ده ممكن يبقى أصعب بقى. ها. لو الشخص مننا فضل ياخد مجموعة أو أنواع من أنواع المضادات الحيوية لفترة مطولة. آه صحيح. إذا خد مضادات حيوية لفترة مطولة يبقى قضى على أنواع البكتيريا القوية نفع. النفع والضر. الاثنين مع بعض. هو بيقصد يقتل البكتيريا الضارة. فهو خد أنواع مضاد حيوي قوي جدا أو عالي جدا ولفترات مطولة، فبيقتل النوعين. يقتل النوعين. يقتل النافع. طب يقتل النافع دي مشكلة، لكن يقتل الضار طب إيه المشكلة؟ ما هو قتل الضار. ها. بس هو ما قتلش الضار لوحده. لأن ده قتل مع النافع. المضاد الحيوي لما بيخش ما بينقيش. ما بيختارش. آه بيقولش انا هموت النوع ده لكن النوع ده لا. أيوه. حذاري النوع ده لا ما تجيش جنبه. لا بالعكس. هو بيخش بيجتاح المنطقه الفلانيه دي او بيجتاح الجسم بينقيه تقريبا من كل انواع الميكروبات بما فيهم من بكتيريا نافعه احيانا. ودي تكون المشكله. تمام دي بتكون المشكله الاساسيه. لما البكتيريا النافعه بتنتهي او بتاخد خط عوده او خط هبوط يبدأ بقى أي نوع من أنواع ما لا يتأثر بالمضاد الحيوي يبدأ ينشط. صحيح. الفطريات لا تتأثر بالمضادات الحيوية. أيوة. المضادات الحيوية معمولة أساسا من أجل البكتيريات أو أنواع البكتيريا المختلفة. أيوة. فبتقتل أنواع البكتيريا، يعني يخش المضاد الحيوي يقتل أنواع البكتيريا المختلفة اللي موجودة سواء النافع أو الضار. وده واحد من ضمن مساوئ يعني من أكبر مساوئ المضادات الحيوية إنها ممكن تقتل النافع والضار من البكتيريا. صحيح. فبتسمح للكائنات الأخرى الضئيلة الدقيقة البسيطة التي لا تستطيع مقاومة البكتيريا، في الحالة دي بيبقى المجال بالنسبة لها مفتوح مرتع، يعني تبقى نشطة. أحسنت. أحسنت اللفظ. تمام. طيب ده ياخدني لسعادتك دكتور محمد، وحضرتك طبعا يعني استاذنا في مكافحه العدوى، الفرق بين الفيروس والبكتيريا والفطريات. ده مش حلقه، ده عاوز حلقات. مجلدات وكتب وخلافه. للدرجه دي؟ طبعا. البكتيريا كائنات قويه جدا، كائنات رغم انها دقيقه وترى بالعين تحت الميكروسكوب، ترى بالعين المجرده. إلا أنه نوعات الفيروس أكثر دقة ومن السهل أن هي تعدي البكتيريا. يعني أنا لما أحب أورث صفة مثلا معينة لنوع معين من أنواع البكتيريا. أيوة. أنا ممكن أحمله على فيروس وأدخله جوه البكتيريا علشان يحط الصفة الفلانية دي. يا سلام. طبعا ده شغل عالي بقى. ما هو الموضوع أكبر شوية من، يعني ربما تكون حضرتك بتقصد تسأله على أساس نتكلم براحتنا. أيوة. نتكلم براحتنا بس هناخد وقت طويل. يعني أقصد أقول لحضرتك أنه المجالات بالنسبة للكائنات الدقيقة مجالات طبعا واسعة جدا، وكل ما يكتشف جزء صغير من يعني من صفات هذا الكائن أو ذاك يؤدي إلى اكتشاف صفات أخرى كثيرة جدا. تمام. في الكائن الآخر. أيوة. لأنهم كائنات لا ترى بالعين، لكن لما تشوفها بقى أنت تحت الميكروسكوب تشوف هما إزاي بيتعاملوا مع بعض، تشوف إزاي هما بيتخانقوا مع بعض، تشوف عالم عالم كامل. أي يعني. عالم. لا عالم أكبر كتير. يعني لو حضرتك خدت مسحة بس من التجويف الفمي اللي هو الأغنى بالمضادات بأنواع الجراثيم والبكتيريا. وشفتها تحت الميكروسكوب. المهم تستخدم الصبغات المختلفة. أيوة. اللي تظهر لك نوعيات الميكروبات دي. أيوة. لأن المشكلة في الميكروبات دي إنها لا تظهر إلا بعد أن تصبغ، إلا بعد أن تلون. ومش كل أنواع الميكروبات دي قبل للتلوين بلون واحد، فمنها ما يلون بلون كذا ومنها ما يلون بلون كذا. أنواع. فبالتالي الصبغة مهمة جدا عشان الصبغات أقدر أكتشف النوع ده تحديدا. الصبغات. أيوة. فلو حضرتك بتنشن على نوع معين من أنواع
البكتيريا مثلا لازم تختار لونه الصبغه اللي يلون جداره فتبدا تكتشف فتبدا تشوفه. طيب كورونا سميت طبعا وصنفت فيروس ليست بكتيريا وليست فطر. هي فيروس منذ البدايه. جميل، لماذا صنفت كفيروس؟ ده سؤال لحضرتك. والسؤال الثاني، لماذا سميت بكوفيد 19؟ لماذا ليس اسما اخر يعني؟ هو هي كورونا فيروس زي ما حضرتك قلت، الكو كلمة كو لوحدها والفيروس لوحدها والسنة اللي تم الاكتشاف فيها لوحدها. هي تم اكتشافها سنة كام؟ 2019. فبقت كوفيد 19، كو من كورونا تمام، والفيد اللي هي الفيروس. وليه هو بقى سمي كورونا بالاسم المعتاد ده او الاسم المشهور ده؟ ايوه، لان هو اشبه، لو تذكر حضرتك الملوك القدامى كانوا بيرتدوا دايما تيجان. ايوه، التاج كان بيبقى له اشكال معينه. كراون. تمام. ايوه، كورونا ده يعني تاج. لو تخيلت حضرتك، هو الفيروس بيبقى اشبه بالكور، كانه كور. جبت حضرتك كوره في الاشكال اللي يمكن طلعنا عليها او نشرت على جوجل، نشرت على الصحف، الشكل بتاعها هو ده فعلا أشبه. صحيح. وخارج منه نتوءات. ايوه، النتوءات دي بتاخد شكل او اشكال معينه. هذه الاشكال، هذا الشكل اللي هو الكروي، لو حضرتك خدته بشكل بقطاع عرضي، قطعته قطاع عرضي كده، ايوه، وخليت الجزء اللي فوق لوحده والجزء اللي تحت لوحده، تخيل حضرتك انك بتجيب الجزء اللي فوق ده وتلبسه لحد. ايوه، زي التاج. تمام، هو شكله شكل التاج الملكي بالظبط. علشان كده هو بيتسمى كورونا فيروس. طيب الدكتور محمد عبد العزيز، يعني كمدير لمكافحه العدوى بمديريه الشؤون الصحيه بمحافظه القاهره، اكيد في احدث ابحاث تمت، في نقاشات بتتم، في سيمينارز بتتم على مستوى محلي على مستوى دولي. اعتقد النهارده الفيديو كونفرنس ما خلاش، يعني اونلاين سيشنز ممكن ما خلاش. اعتقد عاوز انا يعني حريص اسمع من سعادتك على اهم الاحداث واهم الابحاث واهم التجارب اللي اجريت في الفتره الاخيره عشان نطمن الناس، نشوف والله الموضوع وصل فين ويبقى فيه شفافيه ومصداقيه مع الساده المواطنين. هو بص حضرتك، هو الكورونا فيروس ما هوش جديد يعني بالنسبه لنا او بالنسبه للناس اهل الطب، يعني ما هوش جديد. تمام. وسنه 39 تم اكتشافه لاول مره، ولكن كان بيصيب الحيوانات والدواجن 39 قديم. لكن تحور بشكل سريع جدا سنه 65، بقى عنده القدره انه يصيب الانسان. يعني احنا لما نشوف مثلا اي نوع من انواع الفيروسات الاخرى اللي هو بيصيب الحيوانات او بيصيب اي كائن من الكائنات الاخرى، مش سهل انه يصيب الانسان. هذا الفيروس في خلال من 39 ل 65 كان عنده استعداد او عنده القدره انه يصيب الانسان. وناخد تليفون صباحي. اتفضل يا فندم. معانا ام احمد من القاهره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي اسناني يعني فاهم عشان متصوتها، وبعدين في عندي ضروس طب بتتكسر. وفي ايه؟ الضروس بتتكسر؟ اه. انت كام سنه يا ام احمد؟ 50. اكلك من نوع الصحي ولا من نوع التيك اواي بقى والجانك فود والحاجات ديت؟ لا لا، عادي بناكل في البيت، واي نوع انا بشتغل، بس برضك ساعات بناكل يعني اكل من البيت وكده. تمام. الكالسيوم اخباره ايه؟ الكالسيوم، الدكتور بيسال حضرتك الكالسيوم اخباره ايه؟ لا انا عندي برضك الكالسيوم بتاعي يعني ضعيف. يعني عملت حضرتك فضل. حضرتك انا دلوقتي اللسه عندي منكمشه، وبعدين لساني بلاقيه ابيض. ده اللي بيتكلم فيه. من امتى يا ام احمد؟ نعم. لسانك ابيض من امتى؟ يعني عندها سكر. انت عندك سكر يا ام احمد؟ لا لا لا، عندي الغده الدرقيه. طيب ماشي. يعني هي الغده الدرقيه عندك نشطه؟ لا لا، كسلانه. كسلانه؟ طيب ماشي. طيب شكرا ليك، هيرد عليك دكتور ام احمد، الف الف سلامه. سبب اللون الابيض للسان هنا هل مرتبط بالغده الدرقيه ولا حاجه؟ ده واحد من ضمن لا، مش مرتبط بالغده الدرقيه، لكن هو زي ما قلنا من البدايه وزي ما اتكلمنا من البدايه انه ده دليل الى حد ما على عدم، مش هنقول ضعف الجسم، مش هنقول ضعف المناعه، لكن على اقل تقدير ممكن الشخص يكون عنده اي مشكله في الجيوب الانفيه، اي مشكله في الانف، فبينام بالليل وهو فاتح بقه، فلعابه ما بيجيش على
لسانه، وبالتالي بيدي فرصة لأي نوع من أنواع الميكروبات اللي موجودة على اللسان، لأن اللسان مش ناعم زي ما احنا متصورين كده. اللسان لو تشاف تحت الميكروسكوب هيبان فيه خراشيف صغيرة كده، مش صغيرة، تحت الميكروسكوب. أيوة. هتبان بحجمها الحقيقي. وحجمها الصحيح. أيوة. فهي قابلة لأنها تجمع ما بينها كل نوع من أنواع، زي بالظبط تخيل حضرتك مثلا النجيلة، تخيل حضرتك النجيلة دي لو حضرتك خدت منها قطاع كده وتفرجت مثلا بالميكروسكوب على الكائنات اللي موجودة بينها، اللسان تقريبا يكاد يكون نفس الشكل، كأنه سجادة. ولو لم يتم تنظيفه باستمرار ممكن يؤدي إلى هذه المشكلة. طيب. وبالتالي إحنا بنحاول قدر المستطاع بالليل قبل ما ننام، ومثلا أثناء النهار مرة أو مرتين، نجيب أي نوع من أنواع المطهرات، ولتكن مثلا مية الأكسجين. مية الأكسجين بنخففها بكيفية معينة. أيوة. ونستخدم الفرشة ولكن مش على الأسنان، على اللسان. على اللسان. تمام. للسان. بشكل منتظم علشان نطرد هذه الجراثيم أو الفطريات، كل حتى بقايا الأكل ممكن، يعني الدايبة في اللعاب دي ممكن تعلق على اللسان طبعا. وبالتالي بيبقى من السهل أنه يعني يصاب بأي نوع من أنواع الأمراض. إذا كان الشخص بينام وهو فاتح بقه، أيوة. يعني اللعاب ما بيجيش، ما بيغطيش، ما بيمسحش، ما بيكنسش. اللعاب فيه مواد قوية جدا، اللعاب فيه مواد قتلة للميكروبات والبكتيريا. اللعاب ده ما بيجيش على اللسان، فالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وخلافه وكل الكائنات الدقيقة اللي موجودة في التجويف الفمي. أيوة. موجودة على اللسان وستظل موجودة على اللسان. طيب هرجع لسعادتك، نقطة مهمة جدا يا فندم، ولكن ناخد سارة من السويس. أهلا وسهلا يا أستاذة سارة. أيوة. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، هو أنا كنت عايز أعرف طرق الوقاية بالنسبة للأطفال. بالنسبة لإيه تحديدا؟ نعم، بالنسبة لإيه؟ طرق وقاية من إيه؟ إن أنا أحافظ عليهم إزاي يعني؟ الوقاية من كورونا يعني، ولا الوقاية عموما؟ لا، الوقاية من كورونا. ولو أنا مثلا عايزة أخد دواء يعني عشان ما تجليش، في ناس قالوا لي إن أنت ممكن تاخد الفيريتارد والزنك والفيتامين سي منتشر على الفيسبوك. تمام. والمضاد الحيوي كل 3 شهور. أيوه. بس فده صح؟ الكلام بقى المنتشر على السوشيال ميديا يعني. مضاد حيوي كل 3 شهور؟ اللي هي الحاجات المنتشرة على الفيسبوك دكتور. طيب. طيب هنرد عليك دكتور حالا استاذة سارة، وده كنت بتكلم فيه في حلقة فاتت دكتور، يعني لا سمح الله السوشيال ميديا ان بعض الناس بدأت تاخد طبعا بروتوكولات علاجية تصلح ليها او لا تصلح ليها من خلال السوشيال ميديا، والواتس شغال ما شاء الله، كورونا خد عندك كذا 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 كذا. هي سؤالها الأهم، وهو ازاي تقي أبنائها ونفسها والأسرة من فيروس كورونا؟ هو كلام مفتوح جدا، يعني مجال خصب جدا لكثير الكلام يعني. لكن باختصار يعني علشان ما نبقاش بنجهد الأطفال، لأن الطفل صعب جدا فكرة تحجيمه، صعب جدا إنك تقول له العب مع فلان وما تلعبش مع فلان. أيوة. تقول له طيب خلاص ما تروحش المدرسة، طيب ماشي، تبص لي وانت مش واخد بالك ليه بيخبط على الجيران علشان عندهم طفل تاني. بالظبط. او البنت تلاقيها بتخبط على جارتك فلانه علشان بتقعد تلعبها، ومساله صعبه جدا. تمام. ففكره الحقيقه ان احنا نحبس او نحجز اطفالنا صعب. بتبقى مساله صعبه جدا طبعا. لكن قدر المستطاع قدر المستطاع نتوخى الحرص والحذر في ماكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في دخولهم وخروجهم، في لعبهم، في طريقه تناولهم للأطعمة، في حتى لو خرجنا. حتى لما نخرج. أيوة. ما نسيبهمش أحرار طلقاء كده. واسمح لي أضم صوت سعادتك يا فندم، من بعض الأمهات وكتير بيستسهلوا ابني بيحب إيه فبعمل له اللي هو بيحبه، واللي بيحبه ده يا أستاذة سارة وكل السادة المشاهدين هو مش هيلثي، مش صحي بالنسبة له. صحيح. سواء طبعا ممكن حاجات المقليات، سواء الشعرية اللي هي السريعة، الجانك فود، الحاجات اللي هي طبعا الايه، البطاطس المقليه، مش عايز اقول اسماء يعني طبعا عشان بس العلامات التجاريه طبعا ما تزعلش مننا. كل ده بيبقى في مشكله، صح ولا مشكله؟ صحيح. ولا إيه؟ صحيح. تمام. ده خلاف بقى فكره المضاد الحيوي كمان اللي بتاعت كل 3 شهور دي. ايوه. دي فكره خاطئه، لازم تكشف وتروح عند طبيب يعني كويس. مش المشكله في انها تكشف فقط. المشكله ان هي بتوقف على نفسها
يعني بتقتل نوع المضاد الحيوي الفلاني ده بالنسبة لجسمها. مظبوط. نوع الجراثيم اللي بتاخد له كل 3 شهور ده بيعتاد المضاد الحيوي ده. تمام. لأنه المفترض أن كل نوع من أنواع المضادات الحيوية بالاستخدام، زي مثلا ما ألكسندر فليمنج من سنة 39 مثلا قال يعني أنا هعمل لكم عمل البنسلين وبعدين قال بعد فترة مش هيبقى له تأثير. طيب ناخد أستاذ كريم من الأوروبية. أهلا وسهلا أستاذ كريمة. السلام عليكم. أرجو السلام. عليكم السلام. تفضلي. الله وبركاته. سمحت، أنا بقالي سنة بيجيني زي شرقة كده في ظهري، ولما أكون حاجة عايزة أكلم عايزة حاجة هروشها مش في مكانها، أنا مش بكح، حاول الكح عشان لما بكح ينزل بلغم بسيط كده لبن تقيل كده. طيب. على طول على طول كل نهار يعني ما يعديش ساعة لما أعمل نفس الحركة دي ينزل البلغم صغيرة كده وأكلمت صدري وسول. وبطل أبسين حساسية وأدوية كتير مذهبة للبلغم ومستوى. عملت تحاليل كشفت يا مدام كريمة؟ نعم. عملت تحاليل أشعة على الصدر؟ ما عملت، قالوا لي ما فيش حاجة. يعني عملت أشعة حاجة. عملت أشعة على الصدر؟ عملت إشعة على الصدر، قال لي ما فيش حاجة. طب سؤال بسيط خالص يا أستاذة، لو حضرتك سمعاني يعني. حضرتك عندك حد في البيت معاكي؟ بامر الله. بيسمعوكي وانت نايمه؟ لا ما انا بنام في وقتي. يعني ما بياخدوش بالهم اذا كنت مثلا بتخنفري بالليل وانت نايمه او بتشخري بالليل وانت نايمه او لا انا بشخري. او عرفت الشرقه دي تكون من عز النوم تخليني ابقى عايزه اكح عشان ينزل الدم ده، لو ما ينزل خلاص. طيب يعني هي الكحه طيب مرتبطه بالبلغم يعني. بصي بصي يا ست الكل، انت محتاجه تخلي حد انف واذن وحنجره يشوفك، لان انت مشكلتك الاساسيه في منطقه الانف. عمليه الافراز اللي بتتم عمليه افراز نوعيات معينه من انواع ال بيسموه ايه البلغم من في منطقه الانف، من منطقه الانف والزور، هي ده اللي بيقومها من النوم وبتبقى بتقلق من النوم. شكرا ليك يا مدام كريمه، وبيرد عليك الدكتور. بشكرك. يعني البلغم من الانف يا فندم ولا من الصدر؟ غالبا من الانف. لا البلغم ما بينشأش، ما هو هو يعني بيبدا من الانف، وبالتالي هي بتيجي تبلعه يعني بالليل لما بتيجي تنام. هو المفترض ان منطقه الانف ليها من الداخل مجريين، يا اما تدخل في البلعوم يا اما تدخل في المريء. فواضح ان البلغم اللي بينزل من منطقه الانف بيبقى نازل بيبقى كانه نازل على الصدر. فهي بتقوم بتندفع وده كويس، ده في صالحها، هي مش مدركه ان الكلام ده في مصلحتها هي. تمام. بيندفع للخارج مع الكحه، وده شيء كويس. ده يعني المفترض انه ده شيء يعني عنصر من العناصر الدفاعيه للجسم كويس. بس الكحه واضح ان الكحه تعبانه، ما هي مش المفترض انها تستمر بهذه الكيفيه. ايوه. لكن اللي انا عايز اقوله لها بس ان هي مش كوفيد، الحمد لله مش حاجه. قالت ان هي بقى لها سنه. بالظبط. الكوفيد ما بيستمرش، يعني لو لا قدر الله في حاجه بهذه الكيفيه واستمرت لفتره معينه يعني الناس ما بيستحملوهاش 10 15 يوم. مظبوط. مش مزبوط. مش سنه كامله. تمام. هي في الاول خالص قالت انا تقريبا الموضوع ده بقى له سنه. ففكره الكحه والهطس والشرقه اللي بتقوم بالليل منها او بتاع وكلام من ده. أيوة. دي كلها عوامل دفاعيه من الجسم. طيب تعمل ايه هي مدام كريمه؟ تشوف حد انف واذن وحنجره تروح له. لان طبعًا. هي ممكن تكون بتروح لحد صدر، وبتكون بتروح لحد بطنه، ممكن تكون بتروح لحد يعني له اي علاقه بالطب وخلاص. تمام. تساله وتستشيره وبتعمل اللي هو بيقول عليه. تمام. او هي بتاخد اي نوع من انواع المعالجات على حسب مثلا جارتها فلانه بتقول جارها جرب مش عارف ايه هو الوصفات. ده بيحصل. جميل. وكلنا بنقع في هذا الخطا يعني. تمام. عاوز ارجع مع سعادتك لموضوع اللسان، عشان الاخت الكريمه طبعا اللي كانت بتسال مدام ساره تعمل ايه؟ هي طبعا يعني لسانها. مين ساره كانت بتقول؟ اللسان كان ابيض. حضرتك فهي تعمل ايه؟ وخصوصا موضوع برضو الوقايه بقى لابنائها وما شابه ذلك. اولا موضوع اتفضل حضرتك كنت عايز تسال حاجه. اتفضل. طيب تمام معاك دكتور. اتفضل. موضوع اللسان يعني آه. موضوع اللسان بالنسبه لها طبعا هو مش موضوع صعب ولا حاجه،
وان شاء الله من السهل ان هو يوصل لمرحله يعني الشفاء ان شاء الله بشكل سريع. تمام. بس هي غالبا في البدايه هتلاقي الانف عندها في مشكله ما. أيوة. سواء كان في لحميه او في اي نوع من انواع الافرازات بتضطرها بالليل وهي نايمه ان هي تفتح بقها. بنشوف بعض الناس بيضطروا اسفين وهم نايمين اللعاب بيسيل مثلا خارج التجويف الفم لانهم بيفضلوا فاتحين بقهم. اللعاب يسيل خارج الفم ده دي حاجه صحيه، ده معناه ان الغدد اللعابيه شغاله كويس. كويس. والغدد اللعابيه لما بتشتغل كويس بتحمي كل الانسجه تقريبا اللي حواليها. تمام. لما مدام ناهد اهلا وسهلا يا فندم. مدام ناهد. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الانوار، اتفضلي يا فندم. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا لو سمحت عندي لساني تملي بيكون كده زي جير على طول في لساني، فحتى اقعد احكه كده يطلع معايا تملي يبقى ابيض كده ويكون كده زي جير كده من جوه. مش في لسانك بقى، على اسنانك. لا لساني، اللسان نفسه كله. لا مش جير، يعني ماده لونها ابيض. لكن هي ماده يعني تكاد تكون سايله. لا هي بتبقى لاصقه على اللسان، اما احكها بصباعي كده الاقيها بتطلع معايا، افضل احك كده انضفه بايدي. ده يبقى ده كتير جدا. ده حضرتك كده. طيب حاضر. يعني طب شكرا ليكي مدام ناهد، هيرد عليكي الدكتور. برضه موضوع اللسان ده بيعاني منه واضح كتير من الناس. واعتقد نظافه الفم دي مهمه جدا دكتور. نظافه الفم هي يعني تخيل حضرتك، هو لو مدخل بيتك، لو حد، لو انا جاي ازورك ولقيت مدخل بيتك مش صحيح، مش صحي، لقيت في انواع بقى الكلاب والحشرات والقطط والمش عارف ايه، ده معناه ان في مصدر ما. والفم طبعا والاسنان واللسان ده المدخل الرئيسي ودليل على ومؤشر قوي جدا على صحه الجسم. كتير من الناس ما تعرفش انه نوعيات الجراثيم اللي موجوده في التجويف الفمي هي تقريبا اعلى معدل نوعيات جراثيم موجود في الجسم. تمام. ومش بس النوعيات والعدد، يعني العدد والتعداد الاثنين. أيوة. فاذا يعني اذا اللسان او التجويف الفمي عموما قلت فيه نوعيه الجراثيم بشكلها الصحيح. تمام. او بالمعدل المعتاد والمطلوب تتحول في النهايه او تنعكس في النهايه على الجسم اجمالا بالشكل الصحيح. تمام. استاذ محمد من القاهره اهلا وسهلا استاذ محمد. مساء الخير حضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك. حضرتك عايز اسال بس الدكتور محمد عن موضوع الجيوب اللي بتيجي في اللثه. ليه ليه؟ الجيوب اللي في اللثه. الجيوب؟ بعاني منها بمشاكل. بقالك قد ايه يا استاذ محمد؟ لا دي بقى معايا شويه، فهل في علاج او الطرق الوقائيه ليها؟ تمام تمام. في اي سؤال؟ طب يا استاذ محمد انت عندك جير؟ لا مفيش جير الحمد لله. مفيش جير على اسنانك خالص؟ لا في بس مش النسبه اللي مش كبيره يعني. طيب ماشي، وهو كذلك. شكرا لك يا استاذ محمد، الف سلامه. شكرا جزيلا. بص حضرتك، هو يعني موضوع الجير او التهابات اللثه او خلافه ده ممكن يكون له يعني سبب بعيد شويه، كتير من الناس ما بياخدوش بالهم منه. اللي هو نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم. احنا عندنا الاسنان بتبقى محفوظه في جراب من العظم، كل سنه محفوظه في جراب من العظم. تمام. عشان كده كل سنه لوحدها. عشان كده القرآن لما يجي يتكلم يقول العين بالعين والسن بالسن. يا سلام. السن دي مش اللي هو العمر. لا، السن اللي هو السنة اللي احنا بنقولها مؤنث. سنة، انما هي سن. السن بالسن، يعني لو واحد خلع لواحد سنة تتخلع له نفس السنة في المكان، في نفس المكان المقابل في بق في الشخص الآخر. تمام. لأن كل سنة ليها جراب خاص بيها من العظم. لو قل هذا الجراب من العظم يبدأ جذر السن يتكشف، وبالتالي صحة السن نفسها بتتأثر. أيوة. العظم له تابع أساسي اللي هو اللثة. اللثة دي نايمة على العظم، لما العظم يتآكل أو يهبط شوية تبدأ اللثة هي كمان تتآكل معاه أو تنزل معاه يعني. أو تكش معاه. أيوة. وبالتالي جسم السن بيبان.
لو الجير تراكم في المنطقه دي او في منطقه على منطقه اللثه او الاسنان بيبدا يعمل ضغط على العظم وعلى الاسنان، العظم اللي هو محيط بجسم السن. فلو احنا سالنا الاخ اللي كان بيتكلم من شويه كان هيقول لك برضو الاسنان بدات تتحرك، وارد لانه العظم بيقل وبالتالي الاسنان الجراب اللي مثبتها ده ضعف جدا، تمام، قل، وبالتالي بتبدا جسم السنه يتكشف فبيبقى من السهل ان هي تتحرك. ودي مشكله من المشاكل الاساسيه الحقيقه. طيب التهاب اللثه هنا يعمل فيه ايه بقى؟ ده مش التهاب اللثه بس، ها الاول نشوف اذا كان العظم له تاثير ولا لا. جميل، نبدا الاول بتحليل على الكالسيوم ونشوف الدنيا اخبارها ايه. كويس جدا. لو كانت المشكله جايه من العظم يبقى نبدا نركز في موضوع نوقف الاول على الاقل تقدير يعني ايوه التقدم بتاع الحاله. تمام. يعني المفترض انه مثلا العظم بيقل او بيتاثر لانه الكالسيوم قليل. هاخد كالسيوم. كويس. او اديله نوعيات فيها كالسيوم علشان اعمل عمليات تعويض، لان فلان ده لو ما استمرش او لو ما خدش الكالسيوم بشكل منتظم سنانه تدريجيا هتبدا تقع. طيب ربما استاذ محمد يسمعنا فياخد كالسيوم من تلقاء نفسه. لا صح؟ يعمل التحليل الاول. ايوه يعمل التحليل الاول. استاذ محمد هو لان انا سامع استاذ محمد يعني هياخد بعضه يطلع الصيدليه يجيب اي حاجه فيها كالسيوم ويتوكل على الله. لا لا الكالسيوم واحنا كتير معظمنا بيستكلف يعني يكشف عند طبيب او ما شابه ذلك واقول والله ده الدكتور في قناه صحه وجمال قال هات كالسيوم والدكتور في الصيدليه جاهز. لا الدكتور اللي في الصحه اكشف ليه بقى الدكتور بيقول محمد لك كمان يعني. لو جبت الكالسيوم وخدته بشكل غير منتظم ايوه وبشكل غير محسوب ممكن لا قدر الله يعمل لك حصوات في الكلى أيوة. ويعمل لك مشاكل لا حصر لها وتدخل انت في اطار ابعد كتير قوي من موضوع الاسنان. صحيح. فتجنب الفكره دي خالص ولازم حد يتابع معك، يعني لازم طبيب اسنان يكون فاهم هو بيعمل ايه ويكون شايف هو بيعمل ايه كويس ويوجهك بالشكل الصحيح. تعمل الاول تحليل الكالسيوم وتشوف اذا كان الكالسيوم اللي عندك اللي بيقل ده وبيترسب مكانه الجير، اذا كان الجير هو اللي بيضغط على العظم او بيعمل تاكل في العظم وبالتالي اللثه بتنكمش هي كمان وتدريجيا الاثنين بينخفضوا فتبدا السنه تكشف او جذر السنه يكشف، ده هيسمع معاك قوي في الحاجه البارده والحاجه الدافيه. تمام. اذا كان الموضوع له علاقه بنظام الجسم اجمالا طبعا هيبان في التحليل ويقدر الدكتور ببساطه يكتب لك نوع من انواع الكالسيوم وتقدر تستخدمه ان شاء الله بشكل منتظم، وعلى اقل تقدير اذا لم يتم تدارك الامر على الاقل هيقف عند حال عند حد معين وتقدر انت ان شاء الله بعد كده تتابع. تمام. والف الف سلامه ليك يا استاذ محمد. يمكن بعض الناس كانت بتقول طبعا الدكتور محمد عبد العزيز كان مدير مكافحه العدوى الدكتور محمد، بعض الناس بعد كورونا يعني شوفوا الحمد لله ولكن كان لها تبعات، من ضمن التبعات اللي هي تكوين قشره زي فطريه كده او غريبه على اللسان. هل بس على اللسان؟ ايوه احنا بنشوف ناس اتكون عندهم انواع قشور انواع على الجلد صعبه جدا وبتمسك الجلد كله، يعني بتاخد الجلد من اول فروه الراس لحد قدم الرجل من تحت. أيوة. بيتحول الشخص لطفح جلدي احمر قاني كمان وبيبقى مش من السهل انه يعني لازم ياخد شويه كورتيزونات وياخد معذره اذا كنت يعني قلت بعض يعني لازم ياخد شويه حاجات علشان تهدي له الالتهابات الجلديه دي. يعني دي من ضمن الاثار او من ضمن التبعات للمصابين بكورونا للي ربنا اكرمهم وتم شفائهم من كورونا. ايوه تمام. دي علامه دي علامه خير فبلاش احنا نحولها لامر اخر. يعني ما يقلقش خالص لا بس يتعامل مع الموضوع بحكمه صحيحه. يعني اللي جاله حاجه على لسانه ده او زي فطريات كده بلون معين او بصبغه معينه على لسانه دي علاجها بيروح مع الايام ولا بياخد حاجه معينه؟ ما احنا اتفقنا انه واحده من ضمن الحاجات اللي بتبين او بتظهر انه فلان ده مناعته خلاص بقت اضعف مما كانت انه يبدا اللسان يكون اي نوع من انواع الطبقات اللي بتعكس موت نوعيات الميكروبات اللي كانت بتحمي جسمه اللي هي النافعه احسنت. تمام. اذا لم يتدارك هذه الكائنات لدرجه ان بعض الناس وانا واحد منهم اللي كنا يعني اللي قلنا الكلام ده انا كنت بقول للناس يجيبوا الخميره
خميره كبيره دي ويدوبوها في الميه ويتمضمضوا بيها، لانها الخميره دي عباره عن كافيتريات بس انواع ايه؟ مفيد نفع بالظبط وهكذا. انا بقاوم باي شكل، بقاوم بنوعيات يعني ماخوذه طبيعيه عن طريق يعني تمام كده. ما فيش فيها كيميكالز، ما فيش فيها حاجه خالص. مثلا ليها سايد افكتس او ما شابه ذلك، وبتدي نتيجه كويسه الحمد لله، بتدي الحمد لله نتيجه كويسه تمام. بس طبعا مش كل يعني كل حاجه وليها مكانها وليها وقتها وليها شكلها. مزبوط. مش كل الناس برضو تروح تجيب الخميره وتدوبها وتبلعها. تمام. يعني كل حاجه يعني بالمقنن صح، لكن مش متاحه لكل الناس بكل الاشكال يعني. تمام. احد بالمناسبه يعني الناس اللي هم كانوا سجلوا نفسهم بالمناسبه، ومن مبدا كده اسال بجرب يعني، بيقول والله يا جماعه نصيحه ارجوكم، انا جالي كورونا وتعبت وبتاع، فسجل عن وصفه طبيه هي غريبه الحقيقه، لكن في احوالها الطبيه او اثارها الطبيه. بيقول انا خدت حبه البركه وزهره البابونج مع عسل، ودي في خلال 4 أيام يا جماعه بامانه شافتني تماما، ويقسم بالله على هذا الكلام. هل الكلام ده طبي او ليه مرجع طبي دكتور او مراجع طبيه؟ هو طبعا في الاول وفي الاخر ربنا هو الشافي يعني. صحيح. واذا كان هذا الكلام له مرجعيه طبيه، ما كانتش الشركات العالميه اللي بتكلف مليارات ومئات المليارات ما كانتش سابته. كانت خدته وعملته، كانت قالت احنا لنا السبق ولنا. اذا كان ادى تاثير مثلا، اذا فرض ان فلان ده عارف ان هو كان عنده كذا بالفعل، أيوة. بما يثبت انه فلان ده كان عنده كذا تمام، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شفاه بهذه النوعيات، ده شيء جميل جدا. لكن مش معناها ان اي حد تاني يجربها ممكن يعني يشفى زي ما حصل مع الحاله دي. ده اذا كان الكلام ده صحيح. ايوه تمام. ليس معنى انه قال هذا انه هذا الكلام بالظبط حدث. وده تاكيد من طبعا دكتور محمد عبد العزيز مدير مكافحه العدوى بمديريه الشؤون الصحيه، ان مش كل، يا جماعه ارجوكم، وده الفحوه من سؤالي، مش كل يعني، لان بسمع ده كتير دكتور، كل حد ليه وصفات بيسجل نفسه ويقول والله يا جماعه ده حصل معايا. طب ما هو حصل مع سعادتك وربنا شفاك، مش معناها ان لازم يحصل مع سين او صاد، ولا ايه دكتور؟ مش كل الناس نفس المناعه، مش كل الناس. هو احنا جسمنا يبدو ظاهريا واحد. يعني كل واحد مننا له شعر وعينين ودان ومناخير وايدين وهكذا. لكن الحقيقه الموضوع اكبر من كده بكتير. تمام. هذا خلق الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. مظبوط. كل واحد مننا له طباع خاصه جدا، زي ما كل واحد له ابتسامه مختلفه، زي ما كل واحد له يبكي بكيفيه مختلفه، زي ما كل واحد عرقه له ريحه معينه. نفس بالزبط. نفس نفس الطباع، نفس الكيفيه، نفس الشكل في حتى في المركبات الداخليه. نفس الكيفيه في كيفيه التعامل مع الجراثيم وكيفيه التعامل الجراثيم معاه وهكذا. ايوه. فمش كل شخص مننا، ما حدش مثلا راح لدكتور او الطبيب الشاطر. مش كل ما واحد يروح له يقول له خد الحاجه الفلانيه دي. بالظبط. ده ما يبقاش طبيب شاطر خالص. ايوه. لكن الطبيب الشاطر هو اللي بيقيس مبدئيا فلان ده عباره عن ايه وازاي وفين وامتى، وبعدين يديله الحاجه الفلانيه. مظبوط. لنفترض مثلا انا طبيب اسنان. وكل الناس بتيجي مثلا عشان تخلع ضرس مثلا او سنه. لو انا تعاملت بنفس القوه مع كل سنه في نفس المكان ده، مفيش سنه هتطلع معايا مظبوطه. تمام. لكن لازم كل طبيب اسنان بتبقى له حساسيه معينه في ايديه علشان يعرف يمسك سنه معينه او ضرس معين. بالظبط. وعلشان يطلعه في الاول وفي الاخر سليم صحيح. من غير ما يستخدم بقى روافع، ومن غير ما يكسر، ومن غير وغير وغير. نفس الفكره بالنسبه لموضوع المعالجات بالنسبه للشخص الاخر. ايوه. المفترض ان كل واحد مننا بيشوف الاول الشخص اللي قدامه ده عباره عن ايه، ازاي، فين، امتى صحته، عباره عن ايه. المجمل في صحته عباره عن ايه. بالظبط. يعني ما فيش مانع ابدا نطلب منه قبل ما يمد ايده على ورقه وقلم، ما فيش مانع ابدا نطلب منه تحليل واثنين وثلاثه. صحيح. ده مش غلط، مش حرام، مش حاجه يعني مش تكلفه زايده وخلاص بيقصد الدكتور يكلفها للمريض يعني. بالظبط. لا، هو شاكك في حاجه معينه فبيطلب منه مثلا اعمل لي كذا علشان لما يكتب على بينه. تمام. لما يوصف على درايه. ايوه.
مش لازم كل الناس بقى تتصور انه فلان ده بيقصد ينفع المعمل الفلاني وفلان ده بيقصد يعمل لا اصول يعني. كل حاجه لها اصول يعني. احسنت. تمام. هنا بقى برجع لسعادتك بحته السائله الكريمه برضه بتسال بعد الادويه اللي هي موجوده على السوشيال ميديا، هل اخدها وخلاص مجرد ما يجي لي اعراض تكسير في الجسم او الحراره او ما شابه ذلك، ولا اروح لمين؟ مين هو الطبيب المعني ان انا اكشف عنده كورونا؟ هل امراض الصدريه ولا انف واذن وحنجره ولا مين تحديدا؟ ولا اروح المستشفى؟ يا ريت يعني. بص حضرتك، هو احنا يعني لا نشكك في قدرات احد، ولا نشير باصابع الاتهام على احد، ولا نظلم اخرين يعني. ولكن هو الاصح والافضل ان انا ادخل المكان اللي هيتعمل لي فيه كل فحص شامل يعني، بس بدل ما انا اروح اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبعدين في النهايه اروح علشان اوري لفلان وفلان 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 ده يقول لي كذا وفلان ده يقول لي كذا، انا ممكن جدا ببساطه شديده اخد بعضي واروح المكان الاصح. اعمل يعني مجرد ان انا دخلت هم بيقوموا بالواجب، هم عارفين، هم فاهمين، هم شافوا وجربوا وعرفوا. ففي خطوات معينه المفترض انها فلان ده هيمشي عليها. تمام. يفضل ايوه ان الامور تمشي بهذه الكيفيه، بدل ما كل واحد يعني بيسلك مسلك وفي النهايه بيتكلف كتير جدا. بالظبط. واحنا شفنا ان المساله كانت في الفتره الاخيره او ما زالت في بعض الاماكن برضو دون الاساءه لاحد، لكن فعلا في بعض الاماكن هي مساله تربحيه في المقام الاول للاسف شديد، لانها يعني يعني بتبقى محتاجه لمعالجات كثيره، بتبقى محتاجه لتدخلات اكثر. كتير من الحاجات ما بيبقاش معروف لها مبدأ ولا منشأ، ويعني ما زال لحد النهاردة ما أقدرش أقول إن العلم غطى هذا المجال وعرف كورونا إيه وإزاي وفين وإمتى، وعرف كل الأنواع اللي موجودة بتبدأ إزاي وتنتهي إزاي. تمام. لكن في النهاية أنا يعني بسلم أمري لله وبتجه إلى المكان اللي أنا شايف إن هو ده الصح، المكان اللي المفروض إن هو ده اللي جميل. ده ياخدني لسعادتك دكتور محمد عبد العزيز طبعا كمدير مكافحه العدوى لاحدث برضو الابحاث تؤكد هل ان الحراره الصيف او الشتاء ايهما اكثر امانا لفيروس كورونا وايهما ضد فيروس كورونا؟ هل زي ما يقول البعض ان احنا داخلين على الصيف فبالتالي، وقال ده الحقيقه بعض التصريحات مش عاوز اقول اسماء يعني على صفحات الجرائد، ان احنا داخلين على الصيف فبالتالي الفيروس بيقل، هل في تجارب بتقول كده؟ يا ريت يا ريت يا ريت معناها يعني الموضوع مش مؤكد. يا ريت اللي يقول، هو بص حضرتك هو الموضوع كله بدايه بدا 2019 وقيد الابحاث وما زال 2019 امتى؟ في اخر 2019. تمام. في تقريبا في شهر 10 في شهر 11. واحنا يعني ما زلنا الفتره بالنسبه للعلم الفتره بسيطة جدا. أيوة. ففكرة الأبحاث والناس بتوع البحث العلمي بياخدوا فترات مطولة. وكانت وما زالت مستمرة. وكانت وما زالت طبعا مستمرة. ناخد اتصال صحي. اتفضل فندم. أستاذ أيمن من القاهرة، أهلا وسهلا أيمن. أستاذ أيمن أهلا بيك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا وسهلا. والله كنت حابب أعمل مداخلة أسلم فيها على الدكتور محمد، بشكره جدا. الله يبارك فيك وعليك يا فندم، سلمت وعدمت. ايمن معاك يا دكتور، اخوك ايمن دار السلام، ايمن الشيخ. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل. ربنا يبارك فيك. يعني انا بس كنت حابب اسلم على حضرتك. الله يكرمك حبيبي. وبشكرك فعلا على الكلام حضرتك بتقوله، فعلا استفدت من حضرتك الوقايه خير من العلاج. الله يبارك فيك وعليك حبيبي، تسلم لي. اكثر من مره بروح عشان خاطر نقول ان الدرس ده او السن خلاص مش نافع، وحضرتك بتصر ان احنا لازم نحاول معاه مره واثنين وثلاثه، وفي حالات كتير حضرتك رايك بيبقى صائب، فحبيت ان اشكرك. الله يكرمك. الله يكرمك حبيبي، سلمت ودمت. شكرا مستحق والله منك يا استاذ ايمن، شكرا جزيلا. الله يكرمك حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا طبعا، وشكرا مستحق الحقيقه. الله يبارك فيك. ويعني مهما قلنا فلن فيه قدره. الله يبارك فيك. فهو بين ابناء البشر كلؤلؤه بين جنبات الحجر. الله يكرمك. الله يكرمك. سلمت ودمت. شكرا لك يا استاذ ايمن والله على هذا الثناء،
وطبعا ربنا يوفقك الحقيقة، وده شكر طبعا بالمناسبة من كثير من الناس قبل ما نبدأ الهواء. الله يبارك فيك وبأمانة بجد دكتور محمد، يعني شكرا محمد وربنا يوفقك دايما. وهكذا الطبيب، الطبيب الإنسان في المقام الأول قبل ما يكون الطبيب كفيزيشن يعني. الله يبارك فيك، شكرا لي لأنها رسالة. طبعا. طيب الأبحاث حضرتك بتقول الموضوع ما فيش بحث يؤكد أن الصيف أو الشتاء بيقلل من الفيروس أو بيقتل الفيروس أو ما شابه ذلك. لسه قدامنا يعني. هو مجال البحثي ليس لمجرد انه فلان جرب حاجه فادت النتيجه المرجوه دي معاه، ده مش معناه انها اصبحت مؤكده. صحيح، هذه الحاجه الفلانيه اصبحت مؤكده. تمام. لا طبعا، هي لازم المساله تجرب مره واثنين وثلاثه واكثر لحد فعلا ما يتاكد هذه المجالات، هذه الفيروسات ليست كما نتصور. تمام. هذه الفيروسات وهذه الأنواع البكتيريا من القوة والذكاء والحكمة بأنها بتغير نفسها وبتشكل نفسها، وإحنا ما زلنا نعرف أو نسمع لحد النهاردة أنه بقى في خمسة سترينز. يعني مش يعني بعض الناس يجي لها نوع بسيط ما يحسوش بيه خالص ويعدي كأنه لم يكن. أيوة. ونوع تاني يعمل في شخص تقريبا يعني ممكن يبقى هو نفس الشخص ويدي تأثير لا يمكن كان يتصور انه ممكن يتعمل فيه كده. صحيح. يعني النوعيات اللي موجودة الحقيقة مش واحدة، اكتر من نوع، وده مشكلة من المشاكل الأساسية بالنسبة لنوع الفيروس ده. طيب سؤال برضو لحضرتك، هل بعض الناس بيسألوا سعادتك، هل اللي جاله فيروس كورونا قبل كده في ناس تتوقع ان خلاص انا كده بقى يعني سيف آمن تماما ان ممكن يجي لي تاني؟ الكلام ده مش مظبوط؟ كنا كلنا يعني، ده بيفكرني حضرتك بالفكرة القديمة كانوا زمان ستات البيوت يعملوها مع الأطفال. لما كان حد يجي له الحصبة كانوا يلموا أطفال الشوارع ويحطوهم معاهم في نفس المكان ويحطوهم في أوضة ضلمة ويقولوا لهم دي اسمها المبروكة. يا سلام. الكلام ده طبعا يمكن حضرتك ما سمعتش عنه يعني، احنا لاننا قدام يعني خلاص. لا مش قدام اول حاجة، لا قدام جدا ما زلت شباب يا دكتور. الله يبارك فيكم عليك يا فندم. طب ايه الهدف من التجمع ده بقى؟ ان كلهم ياخدوا الحصبة. فلما ياخدوا الحصبة يبقى عندهم مناعة. يبقى عندهم مناعة. طبعا الكلام ده مش صح. يعني بعد كده العلم يعني اثبت ان المساله مش كده، ولازم الناس تاخد التطعيمات وخلافه. طيب. علشان في ناس قالت ده في خلال 3 او 6 شهور ممكن يجي لها تاني، مش اقل من كده. الكلام ده برضو ليه مرجعيه طبيه؟ لا، مرجعيه علميه، مرجعيه ثابته، مرجعيه مش أكيد. يعتمد عليها، مرجعيه يؤخذ بيها، مرجعيه يعتد بيها. ايوه، هذا الكلام ما زال كله ما زال قيد الدراسة، وما زال كله تحت البحث، وما زال حتى أنواع التطعيمات اللي موجودة حاليا ما زال برضو يعني البعض يقول دي ممكن تعمل كذا ودي ممكن تعمل كذا ودي ممكن تعمل كذا. ما زلنا حتى اليوم البحث جاري، وما زال صحيح يعني التطعيمات ثبت إلى حد ما انها اكثر امانا مما كان البعض متخوف منها. لان البعض كان بيقول ان هي ممكن تعمل وممكن تعمل وممكن تعمل، لكن نعرف ناس برضو خدوا التطعيمات وجالهم الفيروس، ما فيش مشكله خالص. طيب سائل بيسال حضرتك بيقول انا والله يعني هل التطعيمات امنه ما لهاش اي اضرار؟ ده سؤال. السؤال الثاني، في بعض الناس كانت اشاعت يعني لمجرد ان حد تعب او حالات فرديه بنعتبرها يعني ان هو تعب من التطعيم نفسه، فقيل كده ان انا باخد التطعيم ده كأنه بيجي لي فيروس كورونا عشان يجي المناعه. الكلام ده مظبوط دكتور ولا هو بيبقى تطعيم خفيف؟ وفي ناس لسه سائل النهارده بعض الناس خدت التطعيمات قالوا لا الموضوع بسيط جدا، ما فيش فيه زي ما الناس ادعت ان هو كأنه بيجي لي فيروس كورونا فبتعب فبقعد 4-5 ايام او اسبوع او اسبوعين. لا الموضوع بسيط جدا يعني. هو لازم قبل ما نصدق او نكذب لازم نفهم يعني ايه تطعيمات. أيوة. لازم نعرف ازاي او منشأها ايه او بتاتي من أين تأتي هذه التطعيمات؟ تمام. يعني أنا كطبيب الوقتي عايز أعمل التطعيم الفلاني علشان أدي لي فلان علشان ما يجيلوش الحاجة الفلانية. أيوة. أنا بعمل إيه؟ أنا بديله نفس نوع الفيروس ده فعلا ولا لأ؟ ولا أنا بضعفه لدرجة إن أنا بخليه غير يعني قادر على إحداث مرض؟ تمام. يعني أنا ممكن أجيب نوع الفيروس وأعمله إنهاك.
يعني بوصله لمرحلة أنه يبقى يكاد يكون ميت. بالضبط. هو مش ميت. يكاد يكون ميت. وبدخله في يعني بحطه بكيفية معينة في سوائل معينة وبحقنها للشخص الفلاني ده. بالضبط. الجسم يصور الفيروس ده ويبدأ ياخد باله علشان لو دخله بعد كده الفيروس الحي تمام القادر على انه يعمل الكلام ده ما يقدرش. أيوة. بيكون خلاص الجسم جاهز المناعه بتاعته تمام. لكن الفيروس الاولاني اللي اتاخد فيروس ضعيف جدا تمام تمام ممكن جدا اخد الفيروس ده وافرغه. أيوة. زي ما باخد بعمل في بعض انواع الطعوم بالظبط باخد الشكل الخارجي بس باخد الهيكل تمام واشيل انا حاسس ان حضرتك خلاص استعد تمام كده لا يعني ممكن نتكلم تاني بقى حضرتك يعني فندم انا طبعا الكلام مع سعادتك له ويعني يعني بجد ربنا يسعديه ونشكر سعادتك بامانه دكتور كمان استفيد من هذه المعلومات الطبيه المحترمه الله يبارك وطبعا بشكر سعادتك مره ثانيه دكتور محمد عبد العزيز مدير مكافحه العدوى ومديريه الشؤون الصحيه محافظه القاهره نورتنا وشرفتنا الله يبارك فيك ونتواصل بعد كده باذن الله طبعا فيما يهم السادة المواطنين والسادة المتابعين شكرا لسعادتك مرة تانية وأشكركم مشاهدينا الكرام وأرجو لكم جميعا أوقاتا تغبرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام هذه تحياتي إبراهيم التحيوي شكرا لكم وإلى اللقاء